مرحبا، أنا الفنانة التشكيلية ليلى صلاح كساب من مواليد مدينة رفح، متزوجة وعندي 5 أطفال وحاصلة على بكالوريوس علم الاجتماع من جامعة الأقصى. كانت حياتي قبل الحرب مليئة بتفاصيل حلوة كتير، كنت دائما بكون حريصة إنه يومي يكون مليء باللحظات الحلوة، حياتي وحياة أطفالي تكون مستقرة. لكن بعد الحرب كل هاي الأشياء تغيرت، لأنه كنا نحس دائما بعدم الاستقرار بسبب الأوضاع اللي فرضتها الحرب على قطاع غزة. توقفت أنا عن الرسم تماما خلال فترة الحرب، إلا يعني في بعض اللحظات كنت أحس إنه حابة أفرغ طاقتي بالرسم، لكن كنت بحس إنه عندي ميول كبير إنه أنا أشتغل أكثر وأتطوع أكثر بالعمل الإنساني عشان أقدر أنا أطلع نفسي من هاي الفترة، من هاي الأحاسيس الصعبة. قررت إني أتوجه لمساعدة النازحين، وكنت بحس أنا وولادي، طبعاً ولادي كانوا بيشاركوني كل هاي اللحظات، كنت بحس أنا وولادي إنه إحنا كتير مبسوطين، كتير فرحانين إنه إحنا بندخل السعادة لقلوب الأطفال لما نمنحهم أكل أو خبز أو أي أشياء تانية بيحتاجوها. كنا نحس بالسعادة الكبيرة لأنه إحنا بنفرحهم. أصعب لحظة مرت علي إنه المفترض أنا كأم أكون جبل، ما أحسش بالخوف ولا لحظة أحس بالخوف عشان أولادي ما ينهزش جواهم هذه الصورة، الأم القوية. بس أنا من جواتي كنت كتير مرعوبة. أنا سعيدة جداً لأنه لوحاتي رغم الظروف اللي فرضتها الحرب راح تنعرض بخارج غزة، وهاي فرصة كتير حلوة إنه أنا أحاول أعبر عن قضايا شعبي من خلال الفن والألوان. طبعاً أنا بآمن إنه كل فنان تشكيلي له رسالة إنسانية لازم يوصلها للعالم من خلال لوحاته وألوانه.